السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين والمشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير املو باللوز، غادي نشارك معكم املو باللوز والعسل. غادي نشارك معكم هنا، راه درت اللوز كي كتشوفوا هنا راه تحمر، درته هنايا في المقلة وبقيت كنحمر فيه بحال هكا. بغيت نوريكم شي وحده كيفاش تحمر من كامل الداخل، ولكن راه باقي سخون. غادي نبقى نحمر فيه بحال مزيان، تيبان لكم اللون ديالو بدا كي المهم بدا كيتحمر، راه بدا كيتحمر لي انا هذا، كاينين اللي باقيين بحال هكا بيضين، ولكن راه بداو كيتحمر بدا كيتحمر. المهم غادي نبقى نحمر فيه مزيان، وغندوز معكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه باش ندير املو بالعسل. المهم كي قلت لكم ها هو اللوز حمرته البنات، كي تشوفوا ها هو تحمر مزيان، راه باقي سخون، باقي سخون ما تسنيتوش يبرد. غادي ندوزو في الهاشوار اللي كان غادي يديرو في مولينيكس، فالطحانه ديال العصير تسنى حتى يبرد. هادي مع اينوكس ماشي مشكل، يعني ما عندها ما غادي لا سخونيه. غنديروه باقي سخونه البنات، غنطحن غير شويه شويه، غنطحن بشويه بشويه. غادي نجيب الزيت، انا عندي هنايا الزيت البلديه ما فيهاش الريحه مجهده، هاد الزيت بلديه ما فيهاش الريحه مجهده، هي جديده ديال هاد العام ولكن ما فيهاش الريحه مجهده. الا كانت الريحه مجهده شويه غادي غتجي باينه. انا ما غنديرش فيه السكر، غنديرو بالزيت عفوا بالعسل. بسم الله، تقريبا غادي ندير هنا واحد الكاس ديال الزيت البلديه، واللي عنده الزيت ارغان يديرو بالزيت ارغان، ولكن غادي نقول لكم انا داكشي اللي غادي ندير فيه. ناخذ العصوار بسم الله على بركه الله، راه باقي سخون كي قلت لكم. غادي عندي فيها الاولى والثانيه، غنضرب الثانيه. المهم ماخش ترجع معكم ملي نطحنوا، ديريو تخلي. المهم غادي نضرب واحد الضربه وغادي تشوفوا كيفاش جا. انا دابا راه كي قلت لكم درتو سخون، علاش درتو سخون؟ باش يطحن فيه ساعه، الا كان سخون كانت هذيك السخونيه كتعاون في الطحين في الهاشوار. انتم راه كتشوفوا الدخان طالع، ها هو راه غادي نزيد مازال واحد شويه الزيت، غادي نزيد الزيت وغادي نزيد العسل. دابا غنزيد الزيت وغنزيد العسل وغنزيد نطحن في هذا ديالو، في العقوديه في الختوريه، اللي بغى خاطر اللي بغى جاري، اللي بغى خاطر غادي يطحن على حسب عينك ميزانك. بغيتي جاري غتزيدي فيه الزيت والعسل بالزيت. انا كي قلت لكم درتو بزيت العود، وعندي هنايا الزيت العسل بالاعشاب، هذه عسل حره بالاعشاب، هذه راه عسل، هاي عسل مختلف الاعشاب. المهم هادي راه عسل، عندي انا عسل حره، وماشي ضروري عسل حره، ديرها السكر، ديرها العسل ديال السكر، ماشي ضروري. هنا ان شاء الله في هاد القرافه اش غادي نديرو، غادي ندوز نزيدو شويه العسل والزيت وغادي نرجع معكم. هنا زدت الزيت، ها هو هنايا زدت الزيت كتشوفوا، ها هو ما بغيتش نحيد هادي باش ندير العسل باش ما المهم ها نتوما تشوفوا القوام ديالو كيفاش داير. غادي نزيد دابا العسل، نتوما تشوفوا العسل. المهم حتى العسل راه عينا ميزاننا، بسم الله العسل عينا ميزاننا. ما غاديش نقول لكم درت 3 المعالقات ولا درت 4 المعالقات، المهم العسل كيبقى على حسب الحلاوه. وغادي نعاود نضرب ثاني بالهاشوار، وإلا شتو جاني جاري بزاف غادي نزيد اللوز. المهم كي قلت لكم في الختوريه عيننا ميزاننا، غنبقى نضرب بالهاشوار تنشوف القياس اللي بغيت. ها نتوما القياس اللي بغيتو فاش يجي، هذا هو القياس انا فاش بغيتو، هذا هو القوام ديالو بحال هكا. انا ما كيعجبنيش يكون جاري، ولكن المهم بحال هكا نتوما كيبقى عينكم ميزانكم. انا ما درتوش بالسكر، ما درتوش بالسكر كلاصي زعما بالسنيده ولا بالسكر كلاصي، درتو بالعسل، وداكشي كيبقى اختياري. المهم غادي ندوز ان شاء الله باش غادي دابا نديرو في القرعه، خليكم معايا. باقي ليا مازال غنزيد نطحنو. بسم الله نجت هاد القرعه هنايا، هادي انا عندي هنايا درتها قرعه ديال البلاستيك، بسم الله على بركه الله. نتوما كتشوفوا
تبارك الله كيفاش جا، راه غادي يخرج ليا تقريبا حتى هادشي اللي باقي ليا غادي يعطيني قد هكا، يعني يقدر يعطيني هنا كيلو وشي حاجه، غادي يخرج ليا هادشي كامل اللي درت كيلو شي حاجه، وتقريبا راه عندي كيلو اللوز، كيلو اللوز غادي يعطيني كيلو زياده، تقريبا يقدر يعطيني حتى كيلو ونص ولا 2 كيلو. المهم هذا هو القوام ديالو، ان شاء الله ملي غادي نكمل غادي نوريكم، غنحط في طبيصي ونوريكم كيفاش جا. واخيرا هذا هو املو، هانتوما كتشوفوا عطاني هنا جوج قرعات، وحده درت فيها هذا العسل بالزيت، وحده شويه درتها ناقصه في العسل، وهنا قدمت معاهم هنايا هاد الشفنجات والخبز ديال الدار ان شاء الله باش غادي تكال هاد املو وزبيده بلديه. والمهم الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.